المشكل اللي عندنا هاد الساعة هو المكتب اللي وقع فيه اللي كنت فيه سميتو مرشح وحطيت فيه النائب ديالي باش ينوب عليا. وقع فيه مشكل بداو كيحسبوا من 7 د العشية ملي بدا الحساب ملي زدوا كيحسبوا إلى غاية 5:30 صباحا ولم نتلقى منهم أي نتيجة بداوا بالجماعة المعني هي اللي معني بها أنا يعني الجماعة هي فاش مرشحنا بداوا سيدي بالجماعة خرجت نتيجة التعادل 62-62 سجلها الحضور سجلها النواب سجلها كاملين دازوا للجهة يعني بموافقة الجميع ما كاين لا مشكل لا والو دازوا للجهة بداوا في الجهة تقريبا شي نص ساعة هما في الجهة كيحسبوا شي 30 ورقة اللي حسبوا في الجهة جاهم ميساج قال لك اسيدي هذاك السيد قال لك جاني ميساج من القيادة لابد أننا نعاودوا الفرز ديال الجماعة من جديد ومع النائب ديالي أنا ما فاهم ما والو رجعوا كيحسبوا ثاني الجماعة خرجوا فيها الملغات جوج ملغات قال لي وقيدوا باللي أنا قيدوا لي 60 صوت مقابل 62 المرشح الأحرار الفرز أنا داكشي اللي قالوا لنا تما قال لي كيعاودوا شي 12 مرة ولا سميتو حتى الصباح يعني 190 صوت تصور كتحسب من 7 د العشية حتى ل 5:30 ديال الصباح اش غيخرجوا منها 190 ونزيدك كاين واحد الحاجة أخرى مهمة بزاف دوك الناس اللي جاو يصوتوا داك الكتاب فاش كيقيدوا خرجت فيه 192 صوت 192 واحد اللي دخلوا المكتب وصوتوا فاش خواو الصنادق لقاو 191 صوت واحد الورقة فينا هي الله أعلم 190 ورقة اللي حسبوا يعني حتى في المحاضر داروا 191 ما قالوش 192 يعني هما في الكتاب ديالهم يعني بالحضور ديال هذوك الناس اللي كاينين تما ديال القياده ولا ديال النواب ديال سميتو قالوا كاينه 191 192 يعني ما سجلوش في الاول وبدا الفرز من جديد وبدا الفرز وجا التعادل في الجهه وجا التعادل من بعد جا التعادل في الجهه جا التعادل في البرلمان 64 في البرلمان في البرلمان اللائحه البرلمان 64 جات في الجهه حتى هي 64 لا كاين اربعه المنافسين طبعا المنافسين اللي كاينين كاين منافس ديال حزب التجمع الوطني الاحرار كاين المنافس ديال انا كنمثل الاستقلال كاين المنافس ديال العداله والتنميه وكاين المنافس ديال الاصاله والمعاصره اربعه المنافسين اللي كاينين واحد جاب انا الاحرار حسبوا ليه دابا داروا ليه 62 انا داروا ليه 60 الاخر داروا ليه 28 والاصاله والمعاصره داروا ليه 6 الاصوات اللي حصل عليها يعني الا حسبتيهم وكاين 35 ملغات اللي كاينه في سميتو اللي كاينه في المحضر حصلتوا حاليا على المحاضر حصلنا عليهم دابا ودفعنا داكشي للقضاء درت محامي دفعنا داكشي للقضاء وان شاء الله غير القضاء يتاخذ المجرى ديالو وغادي تبان النتيجه ان شاء الله الرحمن الرحيم وكنتمناو من القضاء ديالنا ينصف انصفنا الا انصفني انا ولا انصف لا المهم القضاء كانت توسموا فيه الخير زعما القضاء ديال بلادنا راه معروف